بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في درس جديد من دروس ديجيتال بنتنج مع عزيزة شحاتة. هناخد درجة اللون من الصورة الاصلية بالقطارة، وبعدين نتأكد من اعدادات الفرشة. ترانسفير، نختار بين براشر من القائمة، وفلير جديد. هنقفل بين براشر اللي فوق في المرحلة الأولانية، نتحكم في شكل الفرشة ودورانها والكنترولز اللي على اليمين والشمال. لان شكل الفرشة وهي دائرية ما بيكونش يعني سهل في اختيار او في تلوين الكورنرز. فلير جديد، هنعمل العمة، فلير جديد، هنعمل الطبقة اللي تحت العمة، طبعا بنتحكم في شكل الفرشة ودورانها. كليك يمين، فلير جديد، لير فوقيه، هنعمل العمة وناخد درجة اللون بتاعها من الصورة الأصلية. طبعا في الطبقة الأولى بنكون قافلين بين براشر اللي فوق اللي في القائمة اللي فوق عشان يديني لون تقيل. اوبشن تدوير الكانفاس ده موجود في التابلت، بس لو بتشتغل بماوس مش هيبقى متاح عندك الاوبشن ده، ولكن تقدر تستغنى عنه مع المزيد من الخبرة. تقدر تشتغل من غير الدوران بتاع الكانفاس. فلير جديد، هنعمل العباية وناخد اللون بتاعها من الصورة الأصلية. العباية هنا ما فيهاش تفاصيل كتير، فهتكون سهلة ان شاء الله. طبعا الفرشة بتكون حادة،
بالأستيكة بنمسح الزيادات، وما فيش مانع ان احنا نعمل اوباستي للليل عشان نشوف الخطوط بتاعت السكتش. هنبدأ دلوقتي نحط التأثيرات بالفرشة العادية، ناخد درجة اللون، هنراجع إعدادات الفرشة، طبعا تشيك على ترانسفير، فين براشر، الفرشة تكون متوسطة الحدنة، المود بتاعها نورمال. هناخد درجة اللون من الصورة الأصلية بالقطارة، وبعدين نتأكد من إعدادات الفرشة.
كل الأماكن دي لازم الفرشة فيها تكون ناعمة. هل الفرشة تبقى حادة؟ طبعا في هنا 3 درجات في المنطقة دي، ممكن 4. ممكن في غير منفصل نعمل التأثيرات دي عشان نقدر نتحكم فيها. تأثير الإضاءة، نستخدم الميكسر براش تول من الشورت كات بتاع الفرشة في آخر القائمة. نتأكد ان احنا قيمة الميكس تكون عالية، فرشة ناعمة، ونسيح. التأثير مش مناسب، نقلل قيمة الفلور، نقفل اللون. مش عايزة الفرشة تسحب لون، عايزاها بس تسيح اللون الموجود. ممكن نقلل قيمة الاوباستي ونغير مود الليل، ده مناسب اوفرلي. هنعدل برضو دلوقتي فيه عشان النتيجة دي مش مشابهة للي انا شايفاه.
طبعا هنستخدم الأستيكة ونقلل الأوبستي بتاعها ونخليها ناعمة. ممكن نعمل ميرج بين اللارين عشان نحط درجة إضاءة تانية، نقلل قيمة الميكس لزيرو عشان نقدر نحط اللون، ناخد البراش العادية نغير المود بتاعها للسكرين. يفضل ان احنا نعمل الدقن الاول عشان التأثير هيأثر، هيبقى فوقها. نشتغل التفاصيل بتاعت الملامح الاول غير جديد. هنشغل الشورت كات دي انها تخلي الخط مدبب، هتخلي الخط مدبب من الطرفين.
هنحاول نعمل تأثير. نعمل لون مختلف للشفة العليا، الشفة العليا. ناخد مكسر براش تول، نعمل الدرجة دي بالفرشة العادية، نخليها سكري ونفتحها شوية، نفتحها شوية. نعمل فلور، نقلل القيمة شوية. ما عندنا طريقتين نتحكم في القيمة منهم، يا إما من هنا يا إما من هنا. غير جديد وناخد الدرجة دي. طبعا في فرش نقدر نعمل منها الدقن والشنب، فرش جاهزة، ولكن انا بفضل في بعض الاعمال ان انا اشتغلهم بالفرشة الاساسية.
طبعا احنا هنشتغل الدقن، هنشتغل الشعر ده بالابيض تاني، يعني يعتبر بنحط الظل. لو برضو النتيجة طلعت مش قد كده، ممكن نشتغل بالطريقة التانية، ممكن نعمل فرشة للشعر ونشتغل. ممكن ناخد نسخة من اللير كده ونروح قائمة ايميج ونغيرها، نعمل ريبليس كولر. ونحركها من الموف تول، نحرك شوية لتحت والجنب، بس طبعا ده مش كافي، ممكن نغير المود بتاعه. بالأستيكة نمسح بحذر، طبعا الليرة اللي تحت نمسح برضو الأطراف. احنا ممكن نشتغل عليها بفرشة صغيرة كلير بقى جديد. ناخد بالمكسر براش تول، نجرب ممكن النتيجة تكون افضل. نصغر الفرشة،
نغير مود الفرشة، نصغر الفرشة، هناخد براش عادية والمود بيكون سكرين، ونحاول نأكد هندمج الليرات اللي تحت دي بأرجلير، الليرة اللي فوق ده هنعمله بلور، الليرة اللي تحت نمسح الأطراف بالأستيكة، من image adjustment هناخد brightness، نحاول نغمق درجة الأسود في الشعر ونعلي الكونتراست، هنرجع لها تاني. ممكن نغير المود ل color dodge،
لازم نتأكد من مود الفرشة ان هو نورمال في كل مرة نكون مش عايزين يحصل عندنا تأثير مش عايزينه، عايزين تأثير طبيعي، يبقى مود الفرشة نورمال. هحاول أغمقها شوية. هبقى أحاول أغمق بالفرشة العادية. هنغير مود الفرشة سكرين ونعمل التأثير بفرشة حادة. ممكن ناخد فرشة الأول نقلل التأثير ده بالأستيكة نخففه شوية ونسيحه بالسمادج. بعدين ناخد فرشة تدي تأثير الجلد، نكبر شوية، نغير في الإعدادات بتاع الفرشة، يعني القيمة 68.
نعمل بلور عشان نخفف التأثير ده. اوكي، ونقلل الأوباستي. ممكن نقلل بالأستيكة. نغير الفرشة سكرين، نحاول
يا ريت لو في اقتراحات بدروس معينة يعني مطلوبة تبعتولي، نظرا لعدم التفاعل مع الدروس، فأنا ما ببقاش فاهمة ايه الحاجات اللي ممكن تكون مطلوبة، او اذا كانت الدروس يعني مطلوبة اصلا او لا، او اذا كان حد بيستفيد منها. هناخد بالفرشة العادية، ناخد درجة اللون ونتأكد من مود الفرشة نورمال، ناخد برنتول ونحاول نغمق الحواف، مفيش تأثير قوي. ممكن ناخد شادو، هناخد اللون الفاتح ده او ده ميكس على زيرو ونصغر الفرشة. احنا نغير لون الخلفية مؤقتا عشان نقدر نشوف نعمل التأثير في الودن، أيا كان. أوكي، نخليكم مثل الأوبستمية، هنضف الزوايد ممكن نقفل الليل عشان نحط
هنقلل قيمة الميكس عشان ناخد اللون كامل. ما زال العمل مستمر ولسه في تعديل. بالنتول نعمل التأثيرات اللي هي الغامقة دي. ممكن اتقل اللون شوية، اخد فرشة مختلفة.
عايز أعمل التأثير ده. طبعا كده هو تقيل. ناخد دوت زيتون ونأكد على الخطوط دي. ممكن نغمقها شوية عشان تبان. طبعا نديها سنة لمعان كده. بندوب ونأكد على فرق اللون اللي هنا. هنعدل على الحواجب وناخد البراش واللون الأسود. العمود لازم يكون نورمال. بالأستيكة نعدل شيل الزيادات. الجزء ده محتاج شغل. بالمكسر براش تول ناخد الدرجة اللي هنا دي والميكس زيرو. ناخد لير جديد ونعمل اللون الأبيض.
سكرين، نغير المود سكرين، خليه نورمال الأول. دول يبقوا فوق التوب، هجرب مود كولر ده ممكن يديني نتيجة أعلى. أقلل اللير اللي تحت شوية، الأستيكة وهنمسح الأطراف. لسه في شوية تظليل في البشرة، هندخل على العباية. في تعديل هنعمله في الرسمة، في جزء ناقص هنا، ممكن نعمل التأثير بتاع الظل بالفرشة، وممكن نعمله بالبرن تول. انا افضل اجرب البرن تول الاول
ولو ما ادتنيش تأثير مناسب هحاول بالطريقة التانية. هناخد الدوجي كولر او دوجي تول ونعمل تأثير الضوء. مش مديني نفس النتيجة، اخدها بالفرشة. انا قفلت القفل على اللير عشان اللون ما يطلعش بره. هنعلي قيمة الميكس ونقلل الفولوم عشان نعمل تسيح الالوان ونخلي الفرشة ناعمة. هنرجع نقلل قيمة الميكس عشان نعمل الأطراف دي، نقللها لزيرو ونعلي قيمة الفل، نعلي قيمة الفل ونقلل الميكس لزيرو عشان تديني الباك لايت. في هنا إضاءة، هنصغر الفرشة عشان نعملها ونخليها حادة. نحاول نعمل الخلفية، ناخد الدرجة دي نشتغل في الليل منفصل أفضل. خلي الفرشة دائرية، نعمل بلور، نجرب نعمل بلور موشن. كولر دوج
يدير تاني، ناخد من الدرجة دي ونخليه نورمال. ونغير الفرشة سكرين كده. نكون وصلنا لآخر الدرس، ونتقابل في درس جديد إن شاء الله.